في الاتفاق أيضا حديث لرئيس نادي الاتفاق عن فريقه وعن اللاعب الكوري الذي لم تصل بطاقته حتى الآن. يعني ربي وفقنا في المباراتين السابقتين أمام القادسية ونجران، وكانت خارج أرضنا وكسبنا 6 نقاط. الآن المباراة الأولى على أرضنا، نتمنى إن شاء الله نتواصل نفس النتائج اللي كنا نحققها السنة الماضية بعدم خسارة الفريق لأي مباراة على أرضه، تتواصل هذه إن شاء الله هذا التفاؤل وهذه يعني السمة اللي كانت موجودة السنة الماضية، ونكسب المباراة. طبعا الاتحاد الآن في فورمة جاهزة، عنده محفزات يعني قوية، البطولة الآسيوية، كسبان الفريق الكوري في جدة، فأمام أيضا مباراة رد ومعنويات عالية، وإحنا تعرف بداية موسم ما زلنا يعني بشكل تصاعد. المباراة الأولى المباراة الثانية أفضل، إن شاء الله هذه المباراة تكون أفضل يعني أفضل من السابقة، رغم أن إحنا نخسر واحد من أهم عناصرنا اللي هو يحيى الشهري بانضمامه للمنتخب الأولمبي، ولكن هو رايح مهمة وطنية يجب أن نتحمل. نتمنى إن شاء الله للاتحاد التوفيق في البطولة الآسيوية، وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المباراة مباراة تليق بمستوى الفريقين الثاني والثالث العام الماضي، أن يثبت الاتفاق أنه ما زال إن شاء الله قادر على منافسة أندية المقدمة ويكون ضمن أندية المقدمة إن شاء الله. لا هي ما وصلت الآن، ولكن إحنا رفعنا الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي أرسل خطاب للاتحاد الكوري بسرعة إرسال البطاقة الدولية، وكان مفترض أن تصل يوم أو يعني وحسب وعد الكوريين أن تصل يوم الجمعة، ما وصلت، سبت أحد هم في عطلة، نتمنى إن شاء الله أن تصل بكرة ويعني خلال هذه الأيام القادمة.